مين فينا ما كانش بيحب فوازير رمضان؟ وكان بالنسبة لنا حاجة ثابتة في رمضان فوازير نيلي وشريهان والجميل سمير غانم، وقعدنا سنين شايفين إن ده مختفي وصعب، ولما كان بيتعمل ما كانش بيتعمل بالشكل اللي احنا كنا متعودين عليه. أعتقد إنه دي صناعة صعبة ومش سهلة، لكن عندنا الحقيقة مواهب تقدر تعمل ده، ويمكن الموهبة اللي احنا دايما بنشوفها وكل الناس بتشاور عليها وبتحبها هي الفنانة الجميلة دنيا سمير غانم. عندها يعني مواهب متعددة فنية بنشوفها من التمثيل والرقص والغنى، ويمكن كانت لسه عاملة مسرحية أنستونا مع المخرج خالد جلال وكانت يعني مكسرة الدنيا. والحقيقة انه هي في رمضان في النص الثاني من رمضان ابتدت بمسلسل جت سليم، وعودة ليها لدراما رمضان اللي الناس كانت بتفتقدها فيها، وتعليقات السوشيال ميديا يعني تعليقات غاية في الجمال على الاستعراضات والأغاني والحالة الجميلة اللي هي تعتبر معادل معاصر لألف ليلة وليلة. أكيد عمل ضخم وعمل الناس يعني بتسعد بيه في رمضان، خصوصا أنه عمل تقدر تخلي الأطفال يشوفوه وانت مش قلقان ويتفرجوا عليه وانت يعني قاعد مطمن، وبيعمل حالة من البهجة عند الناس كلها. عمل زي ما كنت بقول لحضراتكم أكيد ضخم وراء مخرج كبير. دلوقتي احنا معانا على التليفون المخرج اسلام خيري، ويمكن هو كمان كان حريص على تقديم تفاصيل يعني خاصه جدا من خلال حلقات جت سليمه. مساء الخير على حضرتك، كل سنه وانت طيب، والف مبروك جت سليمه. مساء الفل، وكل سنه وحضرتك طيبه، وكل سنه وكل المشاهدين بخير. كنا بنتكلم على انه مساله الفوازير والصناعه دي ما هياش صناعه سهله، وبقى لنا سنين الفوازير غايبة عن دراما رمضان. ده حقيقي، صناعة مكلفة وصعبة ومحتاجة يعني عزيمة وفلوس ووقت، عشان كده ما هياش حاجة سهلة تقدم. وفكرة الورق انه يبقى فيه ورق بيقدم العالم الخيالي اللي احنا شايفينه ده، والاستعراضات، وانه يعني نرجع شوية بالزمن ونشوف الاستعراضات الهائلة اللي احنا شفناها داخل مسلسل جات سليمة، ده تم ازاي؟ والله هو زي ما بقولك، هو يعني الاول طبعا في قلق دايما عند الصناع انه كل ما الفترة بتطول ما بين اخر حاجة ناجحة والجديد الناس بتقدم رجل وتأخر رجل، تحدي هنا اكبر من المقارنات، لانه احنا في ذهننا شريهان ونيلي وسمير غانم عملوا يعني تاريخ كبير، فدايما الخوف من المقارنات ده كان بيبقى عامل مهم. العامل الثاني انه النوع ده بيحتاج عدد ساعات طويله في التنفيذ ومجهود كبير وملابس، وده بينعكس على التكاليف، فهو بيحتاج تكلفه كبيره جدا اكتر من الاعمال العاديه المعتاده. اللي احنا توفرت الظروف دي ان كان في نص مناسب ورغبه من دنيا ومن شركه الانتاج وسبكي والمتحده ومكيانين كبار يعني طبعا، ده كان اهم حاجه انه يتوفر الموضوع والرغبه انه نطلع عمل بشكل كويس. ودايما الاستعراضات اللي بالضخامه دي بتكون عنصر جذب مهم جدا داخل العمل. طبعا هو لسه في كمان يعني يتقدم جزء، ولسه في القناة اللي جايه هيبقى في مجموعه ثانيه ان شاء الله. وفي خط كوميدي كمان جوه المسلسل واضح جدا، ونجوم كوميديا كبار موجودين في المسلسل، يعني الخلط ما بين فكره الاستعراضات والكوميديا او اللايت كوميدي كان ماشي ازاي داخل المسلسل؟ والله هو بصي الحدوته هي اللي واخدانا كلنا بنعملها، انه يعني خالد الصاوي مثلا ما هوش محسوب على انه أبطال الكوميديانات في مصر، هو فنان قدير بس يعني مش كوميديان، هو عنده الملكة، فالنص مثلا بيساعد. الأستاذة سلوى محمد علي ما هياش كوميديانة بس في لمحة في الشخصية بتاعتها في اللي مكتوبة، كل الأدوار كده يعني الحدوتة فيها
بحس الكوميدي الملائم للتقدم. ف زائد انه الكوميديا بتقرب مسافات كبيره ما بين التلقي والموضوع اللي بنقدمه، فكنا حريصين انه قدر الامكان لو نقدر نعمل ده نعمله، فده حصل الحمد لله بشكل لحد دلوقتي كويس. ومسألة انه نجاح العمل مع الاطفال، وهو ما هوش عامل يعني عمل خاص بالاطفال، لكن الحقيقة انه يعني كل الاطفال بتتفرج، اكيد حضرتك متابع السوشيال ميديا ومتابع اللي بيتقال على السوشيال ميديا، الاهالي اطفال ومراهقين كمان مشدودين للعمل بشكل كبير. والله دي حاجة طبعا تسعدنا كلنا، يعني احنا كصناع للعمل طبعا حاجة جميلة. الواحد طبعا ملحقش قوي يشوف ردود الافعال لانه احنا لسه بنخلص بقى خلاص تصوير، بنقفل ولسه المونتاج يعني في المراحل النهائيه، فده مخلينا مش لسه عارفه مش قادره اتابع قوي اللي حاصل، ولكن طبعا وصل ومنعكس علينا، يعني وصل لنا باشكال كثيره وحاجات بتسعدنا. شكرا جزيلا حضرتك، شرفتنا ونورتنا المخرج اسلام خيري، شكرا جزيلا على وجودك معانا والف مبروك جت سليمه.